السلام عليكم يا جماعة. ليش دائما نقول صارح الله بكل شيء؟ أحيانا يجينا شعور سيء لما نفضفض الأحد، نقول يا أخي ليتني ما تكلمت، يا يعني أنه بيظهر لك نظرة شفقة أنت ما ودك بها، أو أنه بيتشمت فيك. وترى هذا طبع البشر، يعني ما في يده شيء يقدر يقدم لك إيش يسوي. تخيل زكريا عليه السلام في سورة مريم إذ نادى ربه نداء خفيا، كان الحالة ما أحد يشوفه من البشر إلا الله سبحانه وتعالى من فوق ينظر له بنظرة لطف عظيم جدا، وفي يده مساعدة. زكريا واثق، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قام يظهر ضعفه، يبين أنه خلاص قلة حيلتي، أنت يا رب الوحيد اللي بتقدر تساعدني، أنا الآن في حالة ضعف خلاص، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. تخيل زوجة عقيم ما تنجب، فهب لي من لدنك ولية يطلب ولد. طيب يا زكريا، أنت الآن قاعد تقول أن زوجتك عقيم وأنك كبير في السن وأنك تعبان وضعيف وأن اشتعل رأسك من الشيب ثم تطلب ولد، كأن شيء مستحيل في العقل البشري. لكن ثقة زكريا كانت فوق الوصف، عظيمة جدا، وهذا الشيء لازم نعرفه. ومو بس طلب ولد، واجعله ربي رضية، يعني يطلب تفاصيل التفاصيل، يطلب من الله تفاصيل طلبات دقيقة جدا، واجعله ربي رضية. يعني ما أبغاه أي ولد، أبغاه ولد بتفاصيل وبمواصفات. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. كأن زكريا نسي إن دعا أصلا، يعني مستغرب إنه كيف جان، يعني كيف تبشرني بولد، كأنه نسي الدعوة. لكن الله ما نسي. الله لما ترسل دعوتك في حال ضعفك لعمق السماء فوق بثقة تامة باستجابة، تتوقع أنه ينسى؟ صدقني تتأخر الإجابة، لكن الله مستحيل أنه ينساك. يؤخر استجابتك استجابة لكنه يستجيب. البشر يشعرونك أن الحياة صعبة وأنه ما راح تحقق اللي أنت تبغى، لكن الله سبحانه وتعالى قال زكريا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، هو علي هين وخلقك من صفر من لا شيء.